دور مساء الخير يا كابتن. يا هلا والله تركي، امسي عليك ومسي على الاخوان اللي معك وايضا على المشاهدين والمشاهدات. الف الف مبروك، انت حصلت على ما تستحق، وان تاخر ولكنك حصلت على ما تستحق يا كابتن. الله يبارك فيكم انتم على هذا التقرير الجميل. وفي البدايه اقول الله يطول في عمر خادم الحرمين الشريفين آمين يا رب. وايضا سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان على الدعم حقيقة اللي نشاهده في الفترة الأخيرة للرياضة السعودية، وهذا يعني شيء نفخر فيه احنا كلاعبين سابقين. ونشكر أيضا معالي الوزير الشيخ تركي آل الشيخ حقيقة على القرارات اللي توالت في الكرة السعودية وتصحيح مسار الكرة السعودية وأيضا جلب اللاعبين القدامى للاستفادة منهم. وهذا أنا في وجهة نظري لأول مرة يحصل في كرة القدم السعودية هذا الالتفاف الكبير حقيقة حول اللاعبين القدامى واللي قدموا للكرة السعودية وضحوا من أجل الكرة السعودية، يستفاد منهم في جميع اللجان وفي الاتحادات وأيضا في اللجان الأولمبية وأيضا في الهيئة العامة. فحقيقة معالي الوزير أحرج الجميع حقيقة بالمبادرات اللي جالسين نسمعها، وآخرها يمكن اللي ذكرته لرعي المباريات لسالم مروان وأيضا رعي المباريات اللي حتلعب ايضا للمغفور له زميلي الله يرحمه ويغفر له محمد الخلاوي حقيقه. وهذه كلمه يعني اقولها من قلب. اليوم مش انا اللي فرحت بالحالي، انا شفت الفرحه في عيون بنات، شفت الفرحه في عيون زوجتي، شفت الفرحه في عيون زملائي، شفت الفرحه في عيون اخواني. هذا يكفي أن نشكر حقا هذا الرجل، وكل واحد يعني يقدر فؤاد أنور من عائلتي أو من غير عائلتي كانوا يدعون لهذا الرجل حقيقة. أنه مش عشان والله يسوى اعتزال لفؤاد أنور، لا، لإنصاف الرياضيين في المملكة العربية السعودية وإعطائهم حقهم الاعتذاري بما قدموه لهذا الوطن. واحنا لا نمن حقيقة على هذا الوطن، هذا الوطن هو حاضن لجميع السعوديين المبدعين سواء في كرة القدم او في غيرها. وجاء تركي آل الشيخ ليقدم حقيقة للناس جزء ما قدموه في الرياضة وللوطن. وبهذه الطريقة وبهذه المعاملة يا تركي الأجيال القادمة ستعطي لهذا الوطن، ستعطي لهذا البلد، وستحفر في الصخر لتقدم شيء يرفع علم لا إله إلا الله محمد رسول الله، طالما أن فينا جالسة تأخذ حقها بما قدمت من عرق ومن جهد ومن إصابات ومن أشياء كثيرة. حقيقة أنا ما أبغى أطول عليكم. تسلم تسلم يا كابتن، ألف ألف مبروك، وتستاهل وتستاهل التكريم والتقدير من المؤسسة الرياضية. وأبو ناصر يعني الحقيقة يقدر النجوم، وقدرك أنت والكابتن فهد وبقية النجوم الآخرين، وفؤاد أنور واحد من العلامات الفارقة في تاريخ الكرة السعودية. يعني إذا نتذكر جيل التسعينات فؤاد أنور كان كذا ختم كذا تحطه على كل مباراة الكرة السعودية. تستاهل يا كابتن، ألف مبروك، وانتظرت يعني كل هذا الانتظار حتى تكرم من المؤسسة الرياضية أنت والكابتن فهد الهريفي. شكرا جزيلا لك. أنا بقول كلمة أخيرة. قول يا كابتن. أشكر خادم الحرمين الشريفين وأشكر أيضا ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أن أتونا برجل في هذا المنصب أن يعطي لكل حق حقه، وليس في منصب كرة الرياضة، إنما حقيقة الملك سلمان وولي عهده حتى في المناصب الثانية المتعددة في البلد أيضا هناك عملوا وحطوا كفاءات، والآن جالسين
يقدمون حقيقة شيء مشرف للبلد. نشكر حقيقة معالي تركي آل الشيخ، وأنا متأكد ليس الموضوع ما راح يوقف على فؤاد أنور وفهد الهريري. أكيد أكيد. هناك لاعبين، واليوم أنا اجتمعت فيه، وحقيقة الرجل قال لك الحرية التامة تختار الفريق اللي تبغاه. من ناوي تجيب؟ اتفقنا أنا وياه ووعدني خير، سيحاول حقيقة في هذا الموضوع قد ما يقدر أن الفريق. وش الخيارات؟ طلبته أن يكون موجود جيفنتوس. ما أسمعك. جيفنتوس. أوه يستاهل، يستاهل كابتن فؤاد أنور، ويستاهل جيفنتوس بعد. كابتن احنا شاكرين لك، انا سعيد جدا لك، وشكرا جزيلا لمشاركتك معنا هاللحظه، شكرا لمعالي المستشار ايضا اليوم.